سقط الجيش الحر على أعتاب حلب، سقطت الدول العربية على أعتاب حلب، سقط العالم أجمع على أعتاب حلب. نراهم يموتون ولا نستطيع أن نقدم لهم شيئا. تخاذل المجتمع الدولي وتخاذل الجيش الحر وتخاذلنا هو سبب سقوط الجيش الحر. نناشد المجتمع الدولي والدول العربية وجامعة الدول العربية المسمى جامعة الدول العربية مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري لإيقاف المجازر التي ترتكب في حلب. حلب تباد مجازر بشتى أشكالها لم يقم فيها التتار والمغول، هؤلاء لم يقم بهذه المجازر. نناشد المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، الشرفاء، أصحاب الضمير، الجيش الحر، المجاهدين، أن يكونوا يقفوا صفا واحدا لإيقاف هذه المجازر عن مدينة حلب. أخواننا قادة الفصائل في كافة الأراضي السورية أرض الشام، هناك وسائل عديدة لنصرة أهلنا في حلب، والأهم منها وفي أوقاتنا الحالية هو الاندماج والتوحد وفتح جبهات قتالية على كافة جبهات النظام للتخفيف عن أهلنا في حلب وترك الخلافات والأمور الشخصية والمشاكل على جانب آخر. طبعا المجتمع الدولي فشل فشل ذريع في الامتحان الأصعب على في العصر الحديث وهو امتحان حلب، حيث فشلت الأمم المتحدة وفشلت جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولين في أهم وأكبر امتحان إنساني مرة في العصر الحديث ألا وهو مجزرة حلب، حيث تكالبت على حلب جميع الفصائل الطائفية من إيران وحزب الله وشيعة أفغانستان وروسيا في مواجهة مئات الآلاف من أطفال والنساء في مدينة محاصرة، أدى ذلك إلى أكبر مجزرة في العصر الحديث. يا الله يا من لا تضيع عنده الودائع، اللهم نستدعك أهلنا في حلب. حلب مأساة هذا الزمان وما يجري من قتل وتشريد ومذابح يوميا، المحاصرين داخل أحياء حلب هو خيانة عظمى للإنسانية التي تنادي بها منظمات حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة. يجب على العالم والمجتمع الدولي التحرك سريعا لإنقاذ أهلنا في حلب المحاصرين. أن ما يجري في حلب من مجازر يومية وجماعية وقتل وتشريد لأهلنا في مدينة حلب، وهذا من الميليشيات الشيعية والتيار الروسي، وهذا بصمة عار على جبين العرب وعلى المجتمع الدولي.